السلام عليكم اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بالف خير. معكم زكية الفيري من قناه ويت زكي ناس. اول حاجه كنعتذر على الغيبه ديالي نظرا لوعكه صحيه، وكما كيقولوا رب دارتي نافعه. اليوم قررت انني العصير اللي غادي نستعملو انني نتشاركو معكم. لقيت راسي كنعاني من فقر الدم، هو في حقيقه الخزان ناقص واحد شويه، ولكن الاشكال الكبير اللي عندي هو نقص فيتامين دي. هذا موضوع اخر. اليوم بغيت نتقاسم معكم واحد العصير اللي تنفع فقر الدم. للاسف ولا فقر الدم من الحوايج اللي شائعه بزاف واللي كنعانيو منه كاملين، نظرا لسوء التغذيه. الناس اللي كيكونوا تيخدموا وما عندهمش وقت باش ياكلوا اكل صحي، الطلبة اللي كيكونوا في فترة امتحانات، بزاف بزاف المشاكل اللي كتسبب لنا فقر الدم. اليوم غادي نتكلم على واحد المكون اللي هو سبيرولينا او لاسبيرولينا. قبل ما نبدا في الفيديو ديال اليوم، كنتمنى انكم دعموني كما ديما باللايكات ديالكم، توصلوا هذا الفيديو لاكبر عدد من اللايكات، لانه فيديو فعلا مهم بزاف الاشخاص. كنتمنى انه تبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم والاحباب ديالكم باش تعم الفائده. والناس جداد اللي كيشوفوا القناه ديالي لاول مره، كنتمنى انكم تسجلوا فيها وتفعلوا الجرس باش توصلوا ان شاء الله بالجديد ديالي. كنعتذر على الصوت لانه فعلا عندي اشكاليه باش نهضر، ولكن ما بغيتش انني ندير هذا العصير بلا ما نتشارك معكم الفوائد ديالو. لاسبيرولين طبعا انا غادي نحاول نهضر يعني بطريقه مختصره، اكيد الاطباء غيكونوا ميو بلاسي باش يهضروا على الفوائد ديال لاسبيرولين، بحال مثلا دكتور فايد، دكتور كريم علي مصري من قناه فكر تاني. يعني ان شاء الله غادي نخلي لكم روابط في اسفل في صندوق الوصف باش تشوفوا هذه الفيديوهات وباش تستافدوا اكثر. سبيرولينا هي نوع من البكتيريا، بكتيريا اللي كتجي من الماء وكنظن الماء الحلو كتربى فيها. هي كتعطي واحد الطاقه رهيبه مضاده للاكسده، ومني كنقولوا مضاد للاكسده كنعنيو به يعني مضاد للسرطان، مضاد للالتهابات، مضاد لتصلب الشرايين، وكذلك مضاد للسكر. دونك الناس اللي كيعانيو من السكري مزيان ليهم. علاش؟ حيت سبحان الله هذا كيهبط سكر الدم وفي نفس الوقت كيطلع الطاقه. نورمالمون ملي كنسمعوا انه السكر هبط في الدم فكنحسوا براسنا بحال الطونسيون هبطات، اعياء. ولكن السبيرولينا لا، كتطلع الطاقه وكتهبط سكر الدم، يعني مزيانه لمرضى السكر. لاسبيرولينا فيه حديد بواحد النسبه كبيره، فيه البيتا كاروتين اكثر من الجزر، فيه الزنك، فيه فيتامين بي، فيتامين ك، فيه البوتاسيوم، فيه 60% من البروتين. يعني الناس النباتيين اللي ما تيحبوش ياكلوا اللحوم او الدجاج، يعني اللحوم بصفه عامه، ف لاسبيرولين مخير لهم. مضاد كذلك الهيستامين، يعني الناس اللي عندهم حساسيه، خصوصا حساسيه ديال الانف. كتنظف الجسم خصوصا من سموم المعادن. هاد سموم المعادن هضر عليها بزاف دكتور الفايد، هي حاجه اللي للاسف ولينا كنعانيو منها كاملين، خصوصا الناس اللي بما اننا الاغلبيه كيشتغل، فداك الصباح اللي كيمشي الواحد وكيبدا يشم في دوك الدخاخن ديال السيارات ما تيردش البال. هذاك الشيء اللي كيخلي الواحد ملي كيفيق تيقول واخا نعس مزيان ما عرفتش بلي كنحس بداتي كلها مهرسه، بداتي كلها مضعضعه، مناش ما تيعرفش. للاسف هذا من سموم المعادن، راه هضر فيها بزاف دكتور الفايد، ممكن انكم تشوفوا هذا الفيديو. وسموم المعادن الله يحفظ راه كيضرب الكبد، والكبد خاصكم تعرفوا واحد الحاجه، الكبد اذا كان مجموع عليه السموم كسوا سموم المعادن او سموم الادويه، ما كيبقاش يدير الخدمه ديالو.
وبالتالي حتى الناس اللي كيبغيو مثلا انهم يضعفوا الا ما داروش ديتوكس هو الاول الكبد ما يمكن لهمش ابدا يضعفوا. كاين بزاف الناس اللي كيجيو كيبداو ريجيم، هذا موضوع اخر ان شاء الله غادي نطرق ليه في فيديو اخر. في فيديو نهضر لكم على تجربتي في نقص الوزن ان شاء الله. يعني ضروري الكبد نحيدو من السموم، ولا نظفنا الجسم من سموم المعادن فحنا كننظفوا الكبد، كننظفوا الكلي، حيت سموم المعادن كتضرب الله يحفظ حتى الكلي، فكتصاب الواحد بفشل كلوي، كتضرب الجهاز العصبي. ومني كنهضروا على الجهاز العصبي كنهضروا على الذاكره، على الفهم البطيء للاسف، هادشي كله كيسببوا سموم المعادن. والحمد لله الاسبيرولينا كتساهم في انها كتحيد هذا المشكل. مزيانه كذلك الامراض المفاصل، الناس اللي كيحسوا بالام في المفاصل فهاد الاسبيرولينا مخيره ليها. وطبعا بما انها غنيه بالحديد فهي مخيره الناس اللي كيعانيوا من فقر الدم. مزيانه حتى للجلد، فطبعا فقر الدم كيسبب في بزاف المشاكل، كيسبب في الشعر انه تيطيح بزاف، كيسبب في الشيخوخه كذلك. فهاد الاسبيرولينا ما شاء الله مزيانه للشيخوخه، مزيانه للشعر، ما كيبقاش يطيح بزاف، مزيانه بزاف الحوايج. و الى بغيتو تزيدوا تعمقوا ما عليكم الا تشوفوا الانترنت وتشوفوا الفيديوهات الاخرين اللي كيهضروا باستفاضه على الاسبيرولينا او الاسبيرولين. غنبدا في العصير. غادي نحتاج ليه الكيوي، هنايا جوج كيويات، عسل حار من النوع الجيد، لاسبيرولين هنا غادي ناخد غير غاس معلقة، فريمون غاس معلقة. في الأول كيفاش غادي نستعملوه، والما طبعا كيفاش غادي نستعملو لاسبيرولين باش ندخلوه في النمط الغذائي ديالنا. غادي نبداو ناخدو غاس معلقة بحال قلتو غرام، يعني إلا كان عندكم الحبيبات داك لي كومبريمي على شكل حبيبات ممكن تبداو تاخدو يعني وحدة النهار. غادي يقدر يدير لكم شويه ديال الاسهال، فكنصح به بزاف الناس اللي كيعانيو من القبض، بزاف الاشخاص اللي كيعانيو من القبض، فهاد لاسبيرولين كيجري شويه، كيجري شويه الكش. فداك يومين ثلاث ايام الاولى ما تخافوش الا حسيتو بواحد الاسهال، من بعد غير حيت الجسم باقي ما تعودش عليه، ولكن راه مكون اللي خطير جدا، ومكون اللي كيدخل حتى في الوصفات التجميليه. انا غادي نتشارك معكم ان شاء الله واحد الوصفه تجميليه كنستعملو فيها لاسبيرولين. هو ملي كيكون هكا على شكل بودره صعيب شويه، ولكن ملي كندير انا بعدا ملي كنخلطو مع الماء والكيوي ما تيبقاش سبحان الله العظيم ديك الرائحه. غادي نعصر ونرجع معكم من بعد. العصير ديالي كيجي على هذا الشكل، وصدقوني راه ما كتحسوش بداك المذاق ديال لاسبيرولينا بهذه الطريقه. تقدروا تزيدوا حتى الليمون، ولكن اصلا الكيوي غني بفيتامين سي. كنتمنى ان هذا الفيديو يكون راقكم وتجربوا هذا العصير وتردوا لي الخبر. تقدروا انكم تاخذوا الا ما حبيتوش المذاق ديال لاسبيرولينا بودر، تاخذوه كحبوب دي كومبريمي، اسهل، ولكن بحال هكا بطريقه طبيعيه يعني ماشي كيماويه انا ولا كومبريمي تيكون احسن. ولكن طبعا كل واحد والقدره ديالو على التحمل. كنتمنى ان هذا الفيديو بالذات توصل لاكبر عدد من اللايكات،
وتبارطاجيو مع الناس باش تعم الفائدة. وفي انتظار الفيديو القادم أخواتي، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.